كان ساعتها في السعودية. تعرف ان الموضوع بتاعك ده هو وجمال حمزة من اكتر المواضيع اللي دايما يثيروا جدل لدى جماهير نادي الزمالك وجمهور النادي الاهلي، ويفضل دايما في غموض حوالين القصه اللي انت عمال بتتكلم عليها. ايه اللي رجع وائل الاباني تاني للزمالك رغم انه كان مضى في الاهلي؟ والزمالك يقول لك هو انت ليه مشيت اصلا من عندنا رحت نادي؟ ما انا بقول لك اهو، انا مشيت ليه ورجعت ليه. ارجع اقول لك برضو ان انا اتفقت وكلمت برضو كابتن دياس السيد، كلمت مهندس سعد لقيا كان ساعتها في السعوديه، قلت له انا حصل كذا كذا والناس انتوا قلتوا ان انا مضيت تمام، فانا لو سمحت عايز عقدي تمام. على فكره الكلام ده قبل كمان ما الزمالك يكلمني في ان انا امضي. انا اول ما عرفت كده قلت لا، انا الناس دلوقتي انت مضيت وجمهور الزمالك والناس والاعلام والدنيا، انت ليه عملت كده؟ خلاص انا جيت مضيت لك يعني، ما كانش لازم انت فاهمني. فقال لي خلاص يا وائل لما ارجع ان شاء الله وبتاع وخلاص اديك عقدك. يعني الكلام اللي جالي ان انا هديك عقدك خلاص اوكي تمام. بعدها جالي بقى حازم امام وكابتن ايمن، خلاص كان معروف بقى ان انت مضيت بقى، خلاص كان معروف انك مضيت للاهلي. طيب معروف. فخلاص الاستاذ ممدوح عباس قال لك خلاص انا كان جه بقى كانت غير مجلس الاداره كده. كان غير مجلس الاداره قال لك انا هجيب العقد مالكش دعوه بيه وامضي وبتاع، واتفق معايا ان هو هيديني 100,000 بره العقد كل سنه تمام. 100,000 بره العقد اللي كان قيمته كام؟ كان 400 برضه. برضه؟ طب انت رجعت المقدم بقى الاهلي ولا ما رجعتوش؟ رجعته، بس رجعته امتى؟ خد بالك الموضوع ما خلصش بسهوله. ما احكي لي بقى، كمل بس الاول. طب التسلسل الزمني. الاستاذ ممدوح عباس قال لك ايه بقى؟ قال لي كل سنه هديك 100 فوق العقد. 100 فوق العقد. 100 فوق ال 400. والمقدم هتاخده؟ بس عشان ما حدش يقول ان انا رجعت عشان ال 100، هو اللي عرض. ماشي. على فكره وانا اول مره كنت قابل الاستاذ ممدوح عباس، رغم ان انا كنت عارف ان في لعيبه كتير في الوقت اللي انا بلعب فيه كانت بتروح للاستاذ ممدوح عباس وكان بيديهم فلوس. ماليش دعوه برضه سبب كده عشان ما حدش يقول لك ايه ده رجع عشان خاطر ال 100 الزياده. لا يا ما رجعش عشان خاطر ال 100. طب خد بالك لان انا زمانيا ممكن ما يكونش الرابط ده عندي والاعداد، خليكم صحيين معايا علشان خاطر انت قلت لي دكتور كمال درويش انت قعدت معاه وبعدين ممدوح عباس. هي الفتره ممدوح عباس ما كانش ماسك في النادي، ما كانش ماسك في لا النادي. لا كان بايع خلاص، ما عشان كده اسف. لا كان بره النادي. تمام. فلما هو ما غيرش مجلس الاداره، كان بره النادي تغيرش. كان محب النادي الزمالك. ما اتغيرش، كان هو محب فكان عايز يرجعني تاني، فقال لي انا هجيب عقدك انا كده ليه علاقات بيهم. قلت له خلاص مفيش مشكله، مضيت تمام ماشي. لما جينا بقى نخلص موضوع العقد ده ما خلصش بسهوله. لا ده ما خلصش غير اخر السنه، يعني انا كنت بلعب وانا مضغوط. على فكره في السنه دي انا كنت ماضي في الاهلي ولعبت النادي الاهلي وكسبنا النادي الاهلي تمام. خدت دوري قبل الدوري باربع ماتشات عشان الناس بس ما تقولش ان انا لا. طب ما انا طول ما انا بلعب في مكان خلاص. فبعدها حصل ايه بقى؟ تقريبا كده الدكتور كمال درويش مع النادي الاهلي مجلس اداره اتفق على موضوع ابراهيم سعيد. خد بالك لان ابراهيم سعيد كان في النادي الاهلي وكان برضو مضايق، يعني كان في مشاكل بينهم بين ابراهيم والنادي الاهلي، فهم اتفقوا خلاص احنا نديك عقد وائل اباني وانت ما تاخدش ابراهيم سعيد. تمام. ده برضو اللي عرفته بعدين. تمام. فخلاص لما حصل الموضوع ده انا خدت عادي اخر السنه، يعني انا رحت خدت عادي اخر السنه وفضلت مضغوط طول السنه. سيب ونسيب، انت سيب ابراهيم سعيد وانا سيب وائل اباني. يعني الموضوع انا ما خدتش عادي بسرعه على فكره. يعني انا كلمت باشمهندس عادي، وانا حتى لما كلمته قلت له انت قلت لي ان انا اخد، قلت له انت قلت لي ان انا اخد العقد عشان كده انا راجل مضيت. تمام. دار بينا الزمن. حلو. اول سنه طبعا انا وانا بمضي خدت الشيك ممدوح عباس. لما الاستاذ ممدوح عباس جه نادي الزمالك ايه اللي حصل بقى؟ بدا في لعيبه بتجدد، فكان بيقول لهم ايه وهو رئيس النادي؟ خلاص هو كده جه بقى هو جه بقى رئيس النادي. ماشي. يعني هو لما 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 رجعك من النادي الاهلي كان قاعد معاك كمحب. صح كده؟ تمام. و 400,000 قيمة العقد هو اللي بعد 400 دي قيمة العقد. قيمة العقد وال 100,000 دي فوقيهم وهو اللي دافعهم مش النادي؟ 400,000؟ لا 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 النادي 400,000 النادي. وخد بالك انا لما رجعت النادي مضيت ما خدش مقدم، ما خدش مقدم العقد. وعملت برضه مشكلة في الوقت ده، انا ما خدش مقدم عقد وقلت لهم ادوني وقت معين خد بالك. قالوا لي شهر. قلت لهم ماشي. تمام عشان انا ما بقاش غلطة. حلو. ف شهر يا اما ارجع الاهلي اقول لكم اهو لا انا ماضي. لا لا لا. فالمهم ايه، يعني انا قعدت شهر كمان ما خدتش مقدم عادي. قعدنا بعدها شهر وشهر ونص وشهرين، وساعتها انا كمان وقفت وقلت انا مش، لا يا جماعه انا مش هلعب.
يعني انا ماضي في الاهلي وماضي في الزمالك وكمان مضغوط وكمان ما خدتش فلوس وانتوا اتفقتوا معايا وانا قلت طب انا هرجع مش هاخد مؤدة معاك، انتوا قلتوا ما فيش فلوس دلوقتي وانا قلت ما فيش مشكله، يعني انا مش فاهم، يعني هل انا غلطان ولا هم الظروف مش مستقره؟ انا مش فاهم يعني فاهمني. فلما الاستاذ ممدوح عبد الباسجي مسك رئاسه النادي، انا بقول لك كان في ناس بتجادل، كان في بيقول لهم اني انا هديك فلوس بدل عقد، فكانوا بيسالوني تمام، يعني مشير التابع ماذا سالني؟ قلت له لا مفيش، انا حصل معايا كذا كذا كذا، ما حكيتلوش اول سنه؟ لا حكيت له، خدت اول سنه وما خدتش تاني، وانا كنت بلعب في النادي وهو رئيس النادي. فراح بشير قال له لا انا وائل قباني قال كذا، قلت له انا ما عنديش مشكله تقول له يا بشير، وانا بكذب؟ انا عايز اسال سؤال، هو لازم اكذب؟ طب انا في النادي هتمشيني عشان يعني يا اما اكذب يا اما تمشيني مثلا؟ ما اعرفش. فاعتقد هو ممكن يكون الموضوع ده السبب في مشاياني، ان انت قلت ان انت بتاخد 100,000 بره العقد. لا ان انا كان ليا فلوس، المشاياه كان ليا فلوس تانية ما خدتهاش. فبشير وهو بيجدد اتقال له ان هو ياخد فلوس بره العقد، قلت له لا مش هيحصل يا بشير، هيديك اول سنه وبعد كده مش هتاخد. ده اللي حصل معايا. تمام. فهو بشير قال لا كل حاجه تتكتب في العقد، انا عايز، لان بشير قال له وائل بيقول. انت فاهم؟ فهي القصه كلها سهله برضه، خد بالك بشير مش فارق معايا، بالعكس انا قلت له قول يا بشير. بص بص انت عايز، انت عايز مصلحته بقى خلاص، طالما انت الموضوع بالنسبه لك اللي خايف من حاجه ما يعملهاش. انا كده ماشي مبدئي كده في الحياه، اللي خايف من حاجه ما يعملهاش. انا مش خايف من حاجه، انا بلعب في النادي وحضرتك رئيس النادي، مش حصل حصل، خايف ليه؟ انا ما اخافش. انا خايف ليه؟ يا بشير حصل كذا كذا، واقول له ان وائل قباني بيقول، ايه المشكله؟ مش انا الغلطان. فشالها لك بقى تقصد؟ شالها لي، شالها لي، ما اعرفش شالها بقى، وشال بقى امضه النادي الاهلي، وان انا لا رجعت وبتاع، ما اعرفش، بس هو ده اللي حصل. يعني فاهمني؟ فعشان كده انا بقول الاستاذ ممدوح عبد الباسجي هو اللي سبب مشاني. وعلى فكره مش انا بس كمان، ده بعد كده انت شفت طارق السيد وعبد الحليم وتامر عبد الحميد، الناس كلها بدات تتصفصف واحد واحد، الناس القديمه، مش عارف ليه برضه. يعني فاهم؟ فما اعرفش. ف انا استقبلت الخبر زي ما قلت لك ان انا مندهش، بس خلاص قلت لهم خلاص شوفوا لي طياره ان انا انزل الصبح القاهره بس. هذه قصة. لا ما هي قصة، وهي لازم تحكي بتفاصيلها عشان في ناس كل ما بتقولش التفاصيل. هي دي المشكلة، الناس بتظلمني أنا. والأهلي بقى الناحية التانية كانوا زعلانين بقى من اللي أنت عملته ده؟ ردت لهم مقدم العقد كله؟ طبعا طبعا، الفلوس اللي أنا خدتها دفعتها على فكرة، وما خدتهاش من النادي كمان. كانوا كام بقى؟ كانوا 600,000؟ لا لا لا، كان 100,000. ما انا لما كنت اجي في بدايه الموسم كنت اخد بقيه السنه، كنت اخد لكن انا خدت 100,000 بس، اللي هو زي ربط كلام. ورجعتها تاني، ما حدش اداها لي. واخدت العقد بتاعك اللي انت كنت مضيته، وخدت العقد اخر السنه برضه، ارجع اقول ان ده كان اخر السنه. انت ليه بتاكد على اخر السنه؟ في حد بياكد ان انت خدت العقد بسهوله؟ عشان الناس كانت بتقول النادي الاهلي اداك العقد اول ما طلبته. لا ما حصلش. انا كلمت كتير ورحت الاستاذ حسن حمدي في مكتبه. رحت للكابتن حسن حمدي طبعا. وطلبته وبرضه ما خدتوش، وكلمت كابتن السيد، وكلمت المهندس عادل القيعي، وكلمت ناس كتيره وما خدتوش. الموضوع ما خلصش بسهوله، وانا قلت لك الموضوع ما خلصش مني انا، الموضوع خلص طبيعي بين، ما انت موقع يعني خلص بسهوله، خلص ازاي لازم ياخد وقته. ماشي، خلص بين ناديين. ما خلصش. انت بتقول على عهدتك انت كنسيب ونسيب، ما تاخدش. ايوه خلص بين ابراهيم سعيد. خلص بينا دي، مش انا. نروح فاصل بقى ونرجع نكمل. عشان ابلع ريق شويه. يلا بينا.